تتكلم في سحرة قادرة تقرأ أفكار الناس؟ What letter are you thinking of? L. What number are you thinking of? 3. L. 3. Yes. الجواب هو إيه قادرين يعرفوا بشو عم تفكر. واليوم أنا رح كون ساحرة وأعرف بشو عم تفكر. أنا هلأ رح أقدر أقرأ أفكاركم من خلال هدول الكروت. اختاروا كرت واحد وخلوه ببالكم ووعاكم تنسوه، تمام؟ بالوقت اللي أنا عم حرك فيه الكروت خبروني الكرت اللي أنتوا اخترتوه، لأنه أنا بالإحساس الزايد قادر أعرف الكرت اللي أنتوا اخترتوه. أوكي؟ خليك عم تقلي إياه ووعاك تنسى، تمام؟ آخر شيء اللي بدي إياه منكم هو إنكم تطلعوا بعيوني وتخبروني الكرت. أوكي، الكرت اللي اخترته هو من بين هدول الكروت، تمام؟ أعتقد هو هاد. أوكي، حنشيله ونكبه على جنب، تمام؟ وورجيكم إنه كرتكم مش موجود هون. أوكي؟ So, إذا صح خبروني تحت بالكومنتات، أنا بعرف إنه صح، أنا قادرة أقرأ أفكاركم ورح خبركم كيف أنتوا كمان قادرين تقرأ أفكار الناس بنهاية الفيديو. صح إني عرفت شو في بمخك، بس هالشي مو كافي. لكون ساحرة بروفيشنال لازم أتعلم كل أساليب السحر، رح يكون في 6 أنواع مختلفة ورح نبدأ من الأسهل للأصعب، والتحدي إني أجربها على الناس بالشارع وما أنكشف. بس كل شيء خدع رح تشوفوه رح علمكم اياها بتطبيق 360 فيوز. بس يخلص هذا الفيديو وتشوفوا كل الخدع روحوا على صندوق الوصف، رابط 360 فيوز بيكون موجود. بس اهم خدعه رح علمكم اياها هون بنهايه المقطع. صار وقت التدريب. هاي اختيار الزهر. لا ثلاثة. لا مو ثلاثة. هاي ثمانية الكبة. اثنين اختيار الكبة. واو شو انك غبية، انت ساحرة فاشلة حلان. كارولين بحب لك، انت فاشلة فاشلة فاشلة. هالكلمة اثرت فيني وصار عندي حافز اثبت للعكس. ثلاثة. الورقة هي هاي. التحدي والتوتر بلش يزيد لان صار لازم اجربها مع الناس وخايفه انكشف. These cards are different. Nothing is the same, right? Five of spades. Oh, it's miracle. It's no way. Jay of heart. See? والله مامو مش واثق فيني. Two of diamonds. أول ليفل مر بنجاح وكل شوي رح نزيد الليفل لنوصل للمرحلة رقم 6. نرد. أوكي أنت اختار رقم أنا مش حشوف. هذا كبير صح؟ أنا رح تحط هذا داخل هذا. واحد. اثنين. لما شفت ردة فعل الناس أنا صرت أبدأ أكثر والخوف اختفى وصار عندي ثقة، فانتقلت للمرحلة اللي بعدها. Pick any card. 7 دينار. افتح إيدك. Hold tight. وسبعة الدينار أنا رح أحطها هون قدام عيني. And this one I'm gonna put here. والقصة اللي بدي أحكي لك إياها إنه في واحد نزل هيك فات بهالمدفع هيك وفتفلش الكروت ونزل لتحت وتوصل لهون وطار، والأخير شو طلع معه؟ التحدي عم بزيد لأن الخدع اللي جاي لسه أقوى. اللي قادر يعرف شو عم تفكر شو بيكون هذا؟ ساحر. ساحر. Okay. I'm gonna show you these five cards and you're gonna pick one. Tell me the card inside in your mind. Tell me the card. I think your card is this card you picked. Okay, I'm gonna put it here. I'm gonna put it in my pocket. Okay. وهو مش حيكون موجود. Your card is not here. Right? Yeah. Right? Yeah. Right? My God. How to possible? Okay.
سي؟ يس كينج. يلا أكيد شايفين وقت الساحر بيخلق شيء من العدم. بالمرحلة الخامسة أنا رح أعمل نفس الشيء. Anything inside? Nothing. Nothing. Yeah. Okay. ضوي هون، في شيء هون؟ Is there anything here? Nothing. Oh. Oh, nice. Gonna give you some flowers for Valentine. Nothing, nothing, nothing. This is there is no. Yeah, okay. This is empty. لسه واحد ولا حاجة؟ يلا أنا أسوي. Okay. See? How did you do that? It's magic, yeah. Brother. Okay. حطلع لك الكيس في قلبه واحد. واصل ما أدري شلون طلعته. المرحلة الأصعب. راقبوا وشوفوا شو صار. You pick any card. Yes. Show it to the camera and show it to your friend. Okay. 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 حتى محل ما بدك. تمام؟ I'm gonna shuffle. I'm not gonna see anything. I'm gonna shuffle and I'm gonna let you shuffle. And now think of your card. Think of it very well. And this is your card? No, no, no. No? Is this your card? No. Is it this card? No. No? No? Okay, leave your hand open. I'm gonna put it here. Okay, this is the shoe. Five spades. Okay. هلا five spades حيصير هني. وورقة مال انت اخترتها حصير هني. Check. Here queen of hearts, right? Yeah. Okay, I'm gonna do a flip. Open. The eight of diamonds here and your card is here. منيت لو تعلمت خدع أكثر، لأن ردة فعل الناس والصدمة حسسني بشعور حلو وما بينوصف. حاسة إنه لازم لسه أقرأ أفكار، هيك ما بكفي. فبحثت بموقع محظور بالدارك ويب وتعلمت كيف اتحكم بعقلك الباطني. أنا هلأ حالياً رح أعرف أنت بأي إيموجي حتفكر. احفظه واختاروا الإيموجي اللي أنتوا بدكم إياه. اخترتوه؟ أوكي. الموضوع أنا حصعبه علي وحضيف لسا إيموجيز. هدول هن الإيموجيز اللي ضفناهم، شايفين؟ وهدول هن الإيموجيز الأصليين اللي كانوا. لازم تكونوا مختارين نفس الإيموجيز القديمين. في معلومات لازم تفهموها وتركزوا معي كثير منيح. الحركات المسموحة هي فوق، تحت، يمين، يسار، أوكي؟ إكس ممنوع، تمامًا؟ إذا أنا قلت لكم تحركوا خطوتين من هون، أوكي؟ واحد، اثنين، أو فيكم تتغشوني، فيكم تعملوا واحد، اثنين، ترجعوا على هذا. اختاروا الإيموجي وحطوا إيدكم على الإيموجي اللي أنتوا اخترتوه. أول شيء مشان ما تضيعوا، وتاني شيء مشان أنا أحس وأعرف أي إيموجي أنتوا اخترتوا. الإيموجي اللي حاطين إيدكم عليه، امشوا أربع خطوات، أنا رح ساعدكم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أوكي؟ أنتوا هلأ إيدكم على إيموجي جديد أو نفسه ما بعرف، بس الشيء اللي أنا حاسة فيه إنه إيدكم مش على هاد الإيموجي. أوكي؟ هلأ خلوا إيدكم على الإيموجي الجديد وامشوا خمس خطوات. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أوكي؟ وتذكروا إنه ما فيكم تمشوا هيك، بس يمين يسار فوق تحت. انتو هلا صارت ايدكم على ايموجي جديد بس مش على هاد الايموجي. كيف عرفت هذا الشيء؟ بخبركم اياه بعدين. اوكي، هلا حاليا امشوا بايدكم خطوتين فقط. واحد، اثنين. ايدكم مش موجوده على اعتقد هذا. اوكي، هنشيله. هلا امشوا ثلاث خطوات. واحد، اثنين، ثلاثة. مشيتوا؟ اوكي، خلوا ايدكم عشان انا اقدر اعرف. اعتقد ايدكم مش هون. اوكي، ولا هلا بدي اياكم ترجعوا تمشوا ثلاث خطوات. واحد، اثنين، ثلاثة. كل الناس عبالة تكون ايدها فوق الدولارات، بس للأسف حنشيل الدولار. اوكي، وهلا بدي اياكم تمشوا خطوه واحده. واحد، انا بظن انه انتم واقفين
مش على هاد اوكي ومش على هاد. اذا كان هذا الايموجي صح خبروني تحت بالكومنت. رح اعمل لك تنشيط ذهني سريع، بدي اياكم تعرفوا كم حرف اف موجود بهذا اللوح. اوكي هذا هو اللوح مثل ما شايفين، 5 4 3 2 1. اوكي انتوا الاغلبيه منكم اختار 2 3 ولكن هن موجود 6. حورجيكم اياهم. 1 2 3 4 5 6. اكيد مستغربين ليش عم حط بودره على ايدي، هلا حتعرفوا. بس الشيء اللي انا حاعرفه هو اي كلمه انت حتفكر فيها حتكون مكتوبه هون على ايدي. فكر باي كلمه، فكر. اولى، ايوه، اوكي. جاهزين تعرفوا الكلمه اللي كنتوا عم تفكروا فيها؟ اشتركوا بالقناة. حسب خبرتي من هالفيديو ما حدا قادر يعرف بشو عم تفكر ولا يتحكم بعقلك الباطني، هي مجرد خدعة. بس السؤال، كيف عملت كل هالخدع؟ رح خبركن. الخدعة الأولى، الأوراق يلي شايفينهم مختلفين بالأسفل إلا كرت واحد وهو ختيار الكبة لحتى ما تشكوا، وأنا بحركة إيدي بغير الورق وبشيل الختيار. أما بالنسبة لآخر خدعة شفتوها هي مسألة حسابية، وإذا طبقتوها بنفس الترتيب رح تزبط معكن. وباقي الخدع بتشوفوها بالتفصيل بتطبيق 360 فيوز. تابعوني هنيك وبهالطريقة بتكونوا عم تدعموني. شكراً، بحبكم.